بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبة التوجيهي في مدارس الوطن العربي لعام 2020، حياكم الرحمن جميعا. سنبدأ اليوم بشرح درس جديد من دروس المهارات وهو التمييز. بسم الله نبدأ معا. التمييز هو اسم نكرة منصوب جاء ليزيل الإبهام والغموض عن اسم وقع قبله أو جملة سبقت. إذن هو عبارة عن اسم دائما نكرة ومنصوب بتنوين الفتح، فهو من المنصوبات. الهدف من استخدامه في الجملة هو إزالة الإبهام والغموض إما عن كلمة وقعت قبل التمييز أو جملة سبقت التمييز. إذن هو عبارة عن اسم دائما منصوب بتنوين الفتح، الهدف من استخدامه في الجملة هو إزالة الإبهام أو الغموض إما عن كلمة أو عن الجملة. لتوضيح ذلك ننتقل إلى المثالين التاليين. اشترت طلبة 20. لاحظ أن كلمة 20 كلمة مبهمة تحتاج إلى التوضيح، فربما تتساءل إذا كان 20 قلما أو كتابا أو مجلة. وعند إضافة كلمة قلما تم إزالة الإبهام والغموض في كلمة 20. فكلمة قلما لاحظ أنها كلمة نكرة منصوبة أزالت الإبهام عن كلمة 20، لذلك تعرب تمييزا منصوبا. كذلك ازداد الطفل. ماذا ازداد الطفل؟ ذكاء، جمالا، نشاطا. الجملة بحاجة إلى إزالة الإبهام، وعندما أضفنا كلمة جمالا أزال هذا الغموض. كلمة جمالا اسم نكرة منصوب أزال الإبهام عن جملة سبقت، لذلك يعرب تمييزا منصوبا وعلامة نصبه تنوين الفتح. إذن المقصود بالتمييز يا شباب هو عبارة عن اسم نكرة دائما منصوب بتنوين الفتح، إما بزيل إبهام كلمة، مثلا كلمة 20 كانت مبهمة، أو بزيل الإبهام عن جملة، مثلا ازداد الطفل. هذا ما سيتم توضيحه بعد قليل. أما الأسئلة الوزارية على درس التمييز، إما استخرج من النص تمييز ذات أو تمييز نسبة، أعرب ما تحته خط وضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة، مثلا الجملة التي تتضمن تمييز ذات أو الجملة التي تتضمن تمييز نسبة محول أو غير محول، وميز بين تمييز الذات والنسبة في الجمل التالية. ننتقل الآن إلى نوعي التمييز، وهما تمييز الذات المفرد أو تمييز نسبة أو تمييز الجملة. تمييز الذات يا شباب وهو الذي يزيل الإبهام عن اسم وقع قبله، لاحظ أنه يزيل الإبهام فقط عن اسم أو كلمة واحدة، لذلك سمي تمييز ذات أو مفرد. بينما تمييز النسبة الجملة يزيل الإبهام والغموض عن جملة كاملة، لذلك سمي تمييز النسبة أو تمييز الجملة. إذن التمييز نوعين، التمييز نوعان هما تمييز الذات أو تمييز النسبة. الذات يزيل الإبهام عن كلمة واحدة سبقت، بينما النسبة يزيل الإبهام عن جملة سبقت. نبدأ بتمييز الذات. شباب تمييز الذات يأتي في 4 مواضع بعد الأعداد من 11 إلى 99. دائما الكلمة التي تقع بعد هذه الأعداد تعرب تمييزا منصوب. بعد المقادير وأشباه المقادير وما كان فرعا للتمييز، دائما الكلمة التي تقع بعد هذه المواضع تعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. نوع التمييز الموجود بعد هذه المواضع هو تمييز الذات. إذن في البداية احفظ أن هذه هي مواضع استخدام تمييز الذات، بعد الأعداد من 11 إلى 99، بعد المقادير وأشباه المقادير وما كان فرعا للتمييز. ننتقل لتوضيح كل منها. أولا الأعداد، لاحظ حكينا الأعداد من 11 إلى 99، دائما الكلمة الواقعة بعد هذه الأعداد تعرب تمييز ذات منصوب. المثال الأول يا شباب، رأيت 23. 23 هل العدد واضح أم غامض؟ 23 ماذا؟ رجلا، امرأة، كاتبا. لاحظ عند إضافة حافظا، كلمة حافظا
أزالت الإبهام عن العدد 23، لذلك هي تمييز ذات منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. ولاحظ أنها اسم نكرة منصوب بتنوين الفتح وأزالت الإبهام عن العدد 23، وإحنا متفقين أنه الأعداد دائما الأعداد الكلمة الواقعة بعد 11 ل 99 دائما تعرب تمييز منصوب. لكن المعلومة الجديدة اللي بدنا نضيفها يا شباب أنه نوع التمييز في هاي الحالة هو تمييز ذات. دائما الأعداد من 11 إلى 99 الكلمة التي تقع بعد هذه الأعداد تعرب تمييزا منصوبا وعلامة نصب تنوين الفتح ونوع التمييز الذات. كذلك تجمع سبعون. سبعون ماذا؟ سبعون طالبا، طالبة، معلما، مهندسا. لاحظ عند إضافة كلمة طالبا أزال الإبهام عن كلمة سبعون، إذن هو تمييز ذات. كذلك أن العدد 70 هو عدد من يقع من 11 إلى 99، إذن طالبا تمييز ذات منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. إذن بهمني يا شباب تعرفوا بالحالة الأولى أنه الاسم الذي يقع بعد الأعداد من 11 إلى 99 يعرب دائما تمييز ذات، نوعه تمييز ذات منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. هاي الحالة الأولى لتمييز الذات. الموضع الثاني لتمييز الذات بعد المقادير مثل كيلو ومتر ورطل وغرام. ولاحظ أن هذه المقادير ثابتة لا تختلف من شخص إلى آخر، إنما هي ثابتة. مثلا باع الفلاح دنما، هل كلمة دنما غامضة أم واضحة؟ من المؤكد أن من يقرأ هذه الجملة سيتساءل ما نوع الدنم، هل هو دنما قمحا أو شعيرا أو تفاحا. وعندما أضفنا كلمة زيتونا زال الإبهام عن كلمة دنما، وكلمة زيتونا لاحظ أنها اسم نكرة منصوب بتنوين الفتح وأزال الإبهام عن كلمة دنما، بالتالي هي تمييز. ميزنا كلمة دنما من خلال استخدام كلمة زيتونا، بالتالي زيتونا هي تمييز منصوب، تمييز طبعا نوع ذات منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. اللي صار يا شباب انه كلمة زيتون ازالت الابهام عن كلمة دنمان. ما بنعرب كلمة دنمان وغرامان وكيلو بنعربها تمييز شباب. الكلمة اللي بتقع بعدها دائما هي التمييز. هذه الكلمات دنمان ولتران والاعداد دائما هي المميز. ماشي يا شباب؟ هاي الكلمة دائما هي المميز. الكلمة اللي بتقع بعدها دائما هي التمييز. اشتريت لترا. لاحظ ان الجملة غير واضحة. لترا قد تتساءل اذا كان هذا اللتر حليبا، عصيرا، ماء. لكن عند اضافة كلمة حليبا ازالت الابهام عن كلمة لترا، لذلك كلمة حليبا هي تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. ليش اعتبرناها يا شباب تمييز منصوب؟ لأنها أزالت الإبهام عن لتر. ما دام ضفنا حليب صارت إنه واضح إنه لتر نوعه حليب، بالتالي إذن هي تمييز ونوعه ذات، لأنه إحنا متفقين بعد المقادير دائما نوع التمييز ذات. حليبا تمييز ذات منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. إذن النقطة الثانية اللي بدك تعرف لي إياها يا شباب، إذا كان هناك اسم نكرة بعد المقادير أو المساحة أو أي مقدار سواء كان كيل أو وزن أو مساحة أو قياس، دائما الكلمة الواقعة بعد هذه المقدار يعرب تمييزا منصوبا، ونوع التمييز طبعا تمييز ذات منصوب. إذا صار في عنا نوعين لتمييز الذات، الأعداد اللي بتقع بعد 11 إلى 99، الاسم الذي يقع بعد الأعداد من 11 إلى 99 يعرب تمييز ذات منصوب، وبعد المقادير الكلمة التي تقع بعد المقادير تعرب دائما تمييز ذات منصوب. أما أشباه المقادير مثل حفنة، قبضة، شبرا، لاحظ سميت أشباه مقادير يا شباب لأنها غير محددة. لاحظ أن المقدار غير محدد لاختلافه بين البشر. مثلا الحفنة التي تؤخذ بكلتا اليدين تختلف من إنسان إلى آخر، كذلك القبضة والشبر التي تؤخذ بيد واحدة تختلف من إنسان إلى آخر، لذلك سميت أشباه مقادير. في المثال الأول قدمت حفنة، هل الجملة واضحة؟
قدمت حفنة للطيور دون إضافة كلمة قمحا، قدمت حفنة للطيور. لاحظ أنه الجملة غير واضحة، كلمة حفنة غامضة تريد إزالة، يجب إزالة الإبهام عن كلمة حفنة. تم إزالة هذا الغموض بإضافة كلمة قمحا. لاحظ حفنة قمحا، عرفنا أنه نوع الحفنة هي من القمح، بالتالي كلمة قمحا تمييز منصوب. السبب لأنه أزال الإبهام عن كلمة حفنة وجاء نكرة منصوب بتنوين الفتح. إذا نوع التمييز هون تمييز ذات، لأنه إحنا متفقين الأعداد بعد الكلمة بعد الأعداد وبعد المقادير وأشباه المقادير تعرب تمييز ذات منصوب، وأزال الإبهام عن كلمة حفنة. كذلك أكلت قبضة، هل الجملة اكتملت دون إضافة كلمة زبيبا؟ أكلت قبضة. قبضة من ماذا؟ تحتاج، لاحظ أنه كلمة قبضة تحتاج إلى إزالة الإبهام عنها، لذلك أضفنا كلمة زبيبا. كلمة زبيبا يا شباب، لاحظ أنه اسم نكرة منصوب بتنوين الفتح وأزال الإبهام عن اسم أو كلمة سبقت وهي قبضة، بالتالي زبيبا تمييز ذات منصوب وعلامة نصب تنوين الفتح. المطلوب منك تعرف لي يا شباب أنه في ثلاث أنواع لحد الآن أخذناها لتمييز الذات، إما بعد الأعداد الكلمة اللي بتقع بعد الأعداد من 11 إلى 99، بعد المقادير شو مكان المقدار سواء كيل أو مساحة أو وزن، وبعد أشباه المقادير مثل الحفنة والقبضة والشبر اللي هي بتختلف من إنسان إلى آخر. أما الموضع الأخير لتمييز الذات هو ما كان فرعا للتمييز، المقصود بذلك يا شباب نوع المادة التي يصنع منها الشيء. فرع للتمييز المقصود فيه نوع المادة التي يصنع منها الشيء. مثلا لبست قميصا قطنا، لاحظ كلمة قميصا، القميص ربما تتساءل دون إضافة كلمة قطنا، تتساءل من أي مادة صنع هذا القميص. لاحظ أن كلمة قطنا أزالت الإبهام عن كلمة قميص، فكلمة قطنا هي الأصل، كلمة القطن هي الأصل، ويصنع منها الكثير من الأشياء، ومن ضمن هذه الأشياء هو القميص. إذا كلمة قطن هي الأصل وقميص فرع لهذا الأصل، هي المقصود بفرع للتمييز، يعني قطنا هي الأصل، التمييز هي الأصل، والفرع الشيء الذي صنع منه هذا الأصل وهو قميصا. كذلك اشترت أمي خاتما فضة، لاحظ أنه فضة هو الأصل، الفضة يصنع منها الكثير من الأشياء، إذن هي الأصل، ومن ضمن هذه الأشياء الفرع الخاتم، أخذنا من ضمن هذه الأشياء الخاتم، إذن خاتما هي فرع للتمييز، هاي المقصود بفرع للتمييز. بصورة أوضح يا شباب المقصود بذلك أنه ما صنع منه الشيء، ما صنع منه الشيء هي فرعا للتمييز. لبست قميصا قطنا، لاحظ انه قطنا ازال الابهام عن كلمة قميص، نوع هذا القميص قطن حرير صوف، لاحظ انه باضافة كلمة قطنا ازالت الابهام عن كلمة قميصا، اذا هي فرعا للتمييز، بالتالي تعرب تمييز منصوب، طبعا نوعه تمييز ذات منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. كذلك خاتما فضة، لاحظ انه الفضة هي فرع، ما كان فرعا للتمييز، فضة هي الأصل والخاتم هو الفرع، لذلك تعرب تمييز ذات منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. كذلك عندما نقول مثلا صنعت بابا خشبا، لاحظ أن الأساس أو الأصل هو الخشب، والباب فرع من الأشياء التي يصنع منها الخشب، منها الخشب، بالتالي نعتبر كلمة خشبا تمييزا منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح ونوع تمييز الذات. بكل بساطة الإشي اللي بينصنع منه بنعتبره تمييز ذات ما كان فرعا للتمييز. إذا بنرجع يا شباب، في عندي 3-4 مواضع لتمييز الذات، الكلمة اللي بتقع بعد الأعداد من 11 إلى 99 نوعها تمييز ذات، المقدار مثل متر ولتر وغرام وكيلو ورطل دائما تعرب تمييز ذات، الكلمة التي تقع بعد هذه المقادير وليست المقدار نفسه، ما الكلمة التي تقع بعد هذا المقدار. كذلك بعد أشباه المقادير حفنة وقبضة وشبرا، الكلمة التي تقع بعد هذه أشباه المقادير تعرب تمييزا منصوبا
وما كان فرعا للتمييز اللي حكينا اللي بيكون الاصل هو يعرب تمييزا منصوبا وعلامه نصبه تنوين الفتح مثل كلمه حديدا خشبا نحاسا وهكذا. ننتقل الى او تدريب استخرج تمييز الذات في المثالين الاتيين. في عندنا المثال الاول يا شباب: في المكتبة 30 مجلة. تمييز الذات حكينا انه لازم يكون في 4 مواضع. الحالة الاولى لاحظ انه في عندي كلمة 30 على الحالة الاولى. الاعداد من 11 الى 99 الكلمة التي تقع بعد هذه الاعداد تعرب تمييزا منصوبا. اذا مجلة، لاحظ العدد الواقع بعد 30 هي كلمة مجلة، تعرب تمييز ذات، نوع تمييز ذات، لأنه الأعداد الكلمة التي تقع بعد الأعداد نوع التمييز فيها ذات. تمييز ذات منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. اشترى والدي رطلا زيتا. لاحظ أن كلمة هل رطلا هي التمييز؟ لا، لأنه رطلا عبارة عن مقدار. الكلمة التي تقع بعد هذا المقدار هي التي تعرب تمييزا منصوبا. لاحظ انه رطل عبارة عن مقدار، بالتالي زيتا تمييز ذات منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. هيك بنكون انهينا النوع الاول او النوع الاول للتمييز وهو تمييز الذات. ننتقل الى التمييز الثاني وهو او النوع الثاني للتمييز، تمييز النسبة او الجملة، وهو الذي يزيل الابهام. لاحظ انه يزيل الابهام عن جملة كاملة وليست كلمة، ويقسم إلى قسمين يا شباب: إما تمييز نسبة محول أو تمييز نسبة غير محول، ويجب حفظ أقسام كل منهما. أما المحول وهو الذي يزيل الإبهام عن علاقة أو في علاقة الفعل بالفاعل والفعل والمفعول به والمبتدأ والخبر، والغير محول يزيل، لاحظ أنه يزيل الإبهام في جملة التعجب وجملة المدح والذم. إذن أول نقطة بدك تعرفها يا مس إنه تمييز النسبة قسمين: إما نسبة محول أو نسبة غير محول. النسبة المحول 3 حالات: إما بيكون علاقة في بالجملة فعل مع فاعل، أو في فعل ومفعول به، أو مبتدأ وخبر. بهاي الحالة هو تمييز محول. أما إذا كانت الجملة تتضمن أسلوب تعجب أو أسلوب مدح وذم فنوع التمييز نسبة غير محول. لاحظ الجملة ما فيها لا أعداد ولا مقدار ولا شبه مقدار ولا ما كان فرعا للتمييز. أنواع مختلفة تماما: إما جملة فعلية بتتكون من فعل وفاعل أو فعل ومفعول به أو مبتدأ، أو جملة اسمية مبتدأ وخبر، أو جملة بتتكون من أسلوب تعجب أو مدح وذم. نبدأ أولا بالتمييز النسبة الغير محول. جملة التعجب، وذكرنا سابقا أن أسلوب التعجب إما أن يكون سماعيا أو قياسيا. القياسي وهو على وزنين: ما أفعل وأفعل بي، والسماعي نحو لله دره وما شاء الله والله الله. إذا جاء بعد جملة التعجب اسم نكرة منصوب أزال الإبهام عن جملة التعجب فهو تمييز نسبة غير محول. مثلا: ما أجمل السماء. لاحظ إنه الجملة عبارة عن جملة تعجب، لكن من أي ناحية تم التعجب من السماء؟ من ناحية الصفاء، اللون. لاحظ أن الجملة تحتاج إلى إضافة أو إزالة إبهام بإضافة كلمة محددة، وعند إضافة كلمة لونا أزالت الإبهام عن جملة التعجب وليس عن كلمة. لاحظ أنها أزالت الإبهام عن جملة التعجب كاملة: ما أجمل السماء لونا. كلمة لونا أزالت الإبهام عن جملة التعجب. كذلك أكرم بالمهذب. لاحظ أسلوب، لاحظ أن الجملة عبارة عن أسلوب تعجب، وجاء بعد أسلوب التعجب كلمة أو اسم نكرة منصوب أزال الإبهام عن الجملة كاملة، عن جملة التعجب كاملة، بإضافة كلمة صديقا. وكذلك لله دره قائدا، أسلوب تعجب سماعي، والجملة بحاجة إلى كلمة لإزالة الإبهام والغموض عن أسلوب التعجب، فأضفنا كلمة قائدا لإزالة الإبهام، ف
فكلمة قائدا وصديقا ولونا هي عبارة عن تمييز نسبة منصوب وعلامة نصب بتنوين الفتح. لاحظ أن جملة التعجب يا شباب هي عبارة عن نوع التمييز، هي تمييز نسبة، لكن محول أو غير محول؟ غير محول، دائما هو غير محول، جملة التعجب غير محول. أمثلة أخرى عن أسلوب التعجب: ما أحسن البيت، جملة تعجب لكن تحتاج إلى توضيح. ما سبب التعجب من هذا البيت؟ من أي ناحية تم التعجب في هذا من هذا البيت؟ من ناحية تلاحظ أنه عند إضافة كلمة بناء أزالت الإبهام في جملة التعجب، فالتعجب كان من ناحية البناء. كذلك مثل الله درك عالما، لاحظ أنه في عندي أسلوب تعجب، من أي ناحية بيتعجب؟ من ناحية كونه عالما. إذا لاحظ أن كلمة بناء وعالما اسم نكرة منصوب بتنوين الفتح وأزال الإبهام عن جملة التعجب كاملة. بهاي الحالة شو بيعتبر نوع التمييز في الجملة؟ تمييز نسبة محول أو غير محول، دائما أسلوب التعجب غير محول يا شباب، دائما أسلوب التعجب سواء كان قياسي أو سماعي نوعه تمييز نسبة غير محول. إعراب التمييز دائما شباب تمييز نسبة منصوب علامة نصب تنوين الفتح، وعالما تمييز نسبة منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. إذن النوع الأول لتمييز النسبة الغير محول هو أسلوب التعجب سواء كان سماعي أو قياسي. أما القسم الثاني لتمييز النسبة الغير محول يأتي بعد جملتي المدح والذم. أفعال المدح وهي نعمة، حبذا، وحسنة، أو أفعال الذم بئس، ولا حبذا، وساء. إذن هذه عبارة عن أفعال مدح وأفعال الذم، لأنه جملة التعجب وجملة المدح والذم دائما هي عبارة عن تمييز نسبة غير محول. مثلا يا شباب نعمة الصدق، نعمة الصدق، لاحظ أنه نعمة عبارة عن أسلوب مدح. إذن بما أنه في عندي جملة أسلوب مدح إذن فيها تمييز، بما أنه في عندي أسلوب مدح إذن هناك تمييز. نعم الصدق، من أي ناحية أنا مدحت الصدق؟ من ناحية كونه، لاحظ أنه من خلال أو من جانب خلقا، إذا كلمة خلقا أزالت الإبهام عن جملة المدح، عن جملة المدح، بالتالي خلقا اسم نكرة منصوب بتنوين الفتح وأزال الإبهام عن جملة سبقت، يعرب تمييز نسبة منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. طبعا شباب ما دام شفت كلمة نعمة أو بئسة أو حبذة أو ساء، اعرف إنه الجملة فيها الكلمة المخطوط تحتها في الإعراب دائما إعرابها تمييز منصوب، دائما إعرابها تمييز منصوب. نوع التمييز ما دامها جملة مدح أو ذم هو تمييز نسبة، محول أو غير محول دائما غير محول. كذلك لا حبذا النفاق سلوكا، لاحظ إنه في عندي جملة ذم القائل، لاحظ أن القائل استخدم لا حبذا في ذم النفاق، من أي ناحية؟ من ناحية السلوك، سلوك النفاق. كلمة سلوكا أزالت الإبهام عن جملة الذم، بالتالي كلمة سلوكا هي تمييز نسبة منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. شباب اللي بهمني تعرفوا في كل اللي حكنا عن تمييز النسبة، تمييز النسبة يقسم إلى قسمين، إما محول أو غير محول. في حال كان غير محول هو نوعين، دائما جملة التعجب سواء كان سماعي أو قياسي في عندي تمييز نسبة غير محول، وفي جملتي المدح والذم في عندي تمييز نسبة غير محول. الكلمة اللي بتقع بعد التمييز بعد جملة التعجب وجملتي المدح والذم تعرب تمييز نسبة منصوب وعلامة نصب تنوين الفتح، هاي في حال كان تمييز النسبة غير محول. أما إذا كان تمييز النسبة محول، محول عن ماذا قلنا؟ حكينا إما عن علاقة بين الفعل والفاعل أو الفعل والمفعول به أو المبتدأ والخبر. لاحظ بهاي الحالة يا شباب أنا ما بحكي لك يكون في عندي بالجملة جملة مدح أو جملة ذم، لا، ما بدنا لا مدح ولا ذم ولا أسلوب تعجب، إنما فعل وفاعل أو فعل ومفعول به أو مبتدأ وخبر. الحالة الأولى تمييز اللي بيزيل العلاقة طبعا، أو وهو علاقة الفعل بالفاعل. مثلا ازداد الطلبة، لاحظ ازداد هو عبارة عن فعل والطلبة فاعل، جملة فعلية، لكن هل الجملة واضحة؟
ولاحظ انه ازداد يا شباب، ركز معي. لما يكون في عندي علاقة الفعل والفاعل، اعرف انه الفعل دائما فعل لازم، مستحيل يكون في عندي مفعول به بالجملة، لانه العلاقة بين الفعل والفاعل، اعرف انه الفعل دائما لازم. ازداد فعل وطلبته فاعل. هل الجملة واضحة؟ لاحظ ان ازداد الطلبه لم تعطي جمله او ما اعطتني معنى مفيد للجمله، لكن عند اضافه اقبالا، كلمه اقبالا ازالت الابهام والغموض عن جمله ازداد الطلبه. ازداد الطلبه اقبالا، لاحظ انها ازالت الابهام من خلال استخدام كلمه اقبالا. طيب لو اجيت طلبت منك، حكيت لك شو نوع التمييز، نوع التمييز في الجمله، هل هو ذات او نسبه؟ ذات لازم يكون عندي عدد، العدد غير موجود. طب مقدار غير موجود، شبه مقدار كذلك غير موجود، ومكان اصلا فرعا للتمييز كذلك مش موجود. اذا هو ليس، خرج من باب تمييز الذات، هو تمييز نسبه. طلبت منك تعرف اذا كان تمييز نسبه محول او غير محول. بنيجي على الجمله، هل فيها اسلوب تعجب؟ لا، فيها جمله مدح او ذم كذلك غير موجود. اذا هو تمييز نسبه محول. بدك تعرف البس محول عن فعل وفاعل او مبتدا وخبر او فعل ومفعول به. بنجي للجمله، ازداد عباره عن فعل والطلبه فاعل. كيف بدي اعرف شو معنى كلمه محول يا شباب؟ كلمه محول معناها انه بامكانك التاكد من هذا الكلمه، من هذه الكلمه، باستبدال موقعها. محول يعني حول موقعها مكان الفاعل، يعني كل بساطة اقلب أو حول مكان الفاعل بدل التمييز، والتمييز خليه مكان الفاعل. شو بصير الجملة شباب؟ ازداد إقبال الطلبة. لاحظ الجملة معناها مثل ما هو، ما اختلف، ازداد إقبال الطلبة، هي معنى كلمة محول، يعني حول التمييز مكان الفاعل. إذا العلاقة بين الفعل والفاعل بكل بساطة، التمييز يقع مكان الفاعل دون تغيير معنى الجملة. بتصير الجملة ازداد إقبال الطلبة. كيف عرفنا إنه العلاقة بين الفعل والفاعل؟ لأنه أساساً الفعل لازم، ما عندي مفعول به بالجملة، إعرابها فعل فاعل إقبالاً تمييز نسبة منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. اتأكدت من حلي، عكست مكان، حولت مكان التمييز والفاعل، الجملة ظل معناها مثل ما هو، إذا التمييز نسبة محول. كذلك طاب المكان، لاحظ لما أحكي لك طاب المكان، ماذا طاب المكان؟ هدوءا، جمالا، راحة. عند إضافة كلمة هواء أزالت الإبهام عن الفعل. تعال اعرب لي إياه، طاب فعل والمكان فاعل، إذا في عندي علاقة. لاحظ أنه طاب كذلك فعل لازم، إذا أزالت الإبهام، كلمة هواء أزالت الإبهام عن الفعل والفاعل. للتأكد، نتأكد إنها تمييز نسبة محول، نستبدل التمييز مكان الفاعل، طاب هواء المكان. هل اختلف المعنى؟ المعنى ثابت كما هو. إذا هو عبارة عن تمييز نسبة محول عن ماذا؟ علاقة الفعل والفاعل، لأن الفعل لازم، ما رح يكون عندي مفعول به، إذا بالتالي الجملة فعل وفاعل. كيف بنعرف إنها تمييز محول عن فعل وفاعل يا شباب؟ بكل بساطة، الفعل بكون عندي فعل لازم، لازم يكون عندي فعل لازم، بعد الفعل اللازم فاعل، وبعد الفاعل اسم نكرة منصوب بتنوين الفتح، بذلك تكون العلاقة بين الفعل والفاعل. نوع التمييز تمييز نسبة محول. أما النوع الثاني لتمييز النسبة أو الجملة، وهو المحول طبعا، العلاقة بين الفعل والمفعول به. لاحظ المثال الأول، وفيت العمالة، وفى فعل، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، والعمالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هل الجملة ذات معنى؟ وفيت العمالة، ماذا وفيت العمالة؟ حقوقهم، أجورهم. لاحظ أن كلمة أجورا أزالت الإبهام عن جملة وفيت العمالة. لاحظ أن هاي الكلمة أزالت الإبهام عن جملة كاملة وهي وفيت العمالة. لماذا اعتبرنا كلمة أجورا تمييز محول؟ بكل بساطة، عملنا، حكينا بالعلاقة بين الفعل والمفعول به طبعا يا شباب، حكينا انه بين الفعل والفاعل استبدلنا موقع التمييز مع الفاعل. اما في علاقته بين الفعل والمفعول به،
استبدل التمييز مكان المفعول به، مش مكان الفاعل، مكان المفعول به. لاحظ وفيت أجور العمال، استبدلنا التمييز، بدلنا مكان المفعول به، والمفعول به خلنا مكان التمييز. اختلف المعنى، المعنى معنى الجملة كما هي. وفيت العمال أجورا، وفيت أجور العمال، الجملة المعنى هو كما هو، لم يختلف. بالتالي إذا أجورا هي تمييز نسبة محول عن علاقة الفعل بالمفعول به. طبعا شباب ليش ما حكينا عن المفعول به؟ ليش ما حكينا طالب بيحكي لي طب ما اسمه في فعل؟ فاعل. ليش ما اعتبرناها عن علاقة بين الفعل والفاعل؟ لأنه يا مس بكل بساطة احنا ما استبدلنا مكان التمييز بالفاعل، استبدلنا مكان التمييز بالمفعول به، لذلك اعتبرناها العلاقة بين الفاعل، الفعل والمفعول به. لو استبدلناه التمييز مكان الفاعل، بحكي لك تمييز عن علاقة بين الفعل والفاعل، لكن في هاي الحالة لاحظ أنا استبدلت المفعول به مكان التمييز بالتمييز مكان المفعول به، ما استبدلناه مكان التاء اللي هي الفاعل. كذلك قال تعالى فجرنا الأرض، فجرنا فجر فعل، والنا ضمير متصل في محل رفع فاعل، والأرض مفعول به. لكن ماذا فجرنا الأرض؟ لاحظ أن الجملة غير واضحة، لكن بإضافة كلمة عيونا أزال، تم إزالة هذا الإبهام. لاحظ لو بدي أسألك على الجملة أكثر من سؤال يا شباب، ما نوع التمييز في الجملة؟ هل هو ذات أم نسبة؟ هل جاء قبل عيونا أعداد من 11 إلى 99 أو مقدار أو شبه مقدار أو ما كان فرعاً للأصل؟ لاحظ أنه لم يرد أي من هذه، بالتالي هو ليس تمييز ذات. طيب اتفقنا بما أنه ليس تمييز ذات إذن هو تمييز نسبة، لكن هل هو تمييز نسبة محول أو غير محول؟ نشوف إذا كان غير محول لازم تكون عندي جملة تعجب أو جملة مدح وذم. هل ورد في الجملة مدح أو ذم أو تعجب؟ لا، إذن هو تمييز نسبة. طبعا الغير محول خطأ لأنه ما عندي ولا أي من لا تعجب ولا مدح وذم، صفى عندي تمييز نسبة محول. بدك تعرف إذا كان تمييز محول عن علاقة بين الفعل والفاعل أو الفعل والمفعول به. كل بساطة بتيجي على الجملة، في عندي فعل وفاعل ومفعول به، ومكان عيونا، لاحظ استبدال عيونا مكان الفاعل ولا المفعول به، فجرنا عيون الأرض، لاحظ أنه استبدلنا التمييز مكان المفعول به. إذا هو تمييز نسبة محول عن علاقة الفعل بالمفعول به. شباب بكل بساطة إذا كانت الجملة فعلية فيها فعل لازم وفاعل، الكلمة اللي بعديها بتكون تمييز منصوب والعلاقة بين الفعل والفاعل. أما إذا كانت الجملة فعلية فيها فعل وفاعل ومفعول به، إذا هي تمييز نسبة محول عن علاقة الفعل بالمفعول به. إذا كان عندي مفعول به إذا هي محولة عن الفعل بالمفعول به. أما الحالة الأخيرة لتمييز النسبة، العلاقة بين المبتدأ والخبر. لاحظ أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، لكن الجملة الإسمية بتتكون من مبتدأ وخبر. كيف بعرف أنه العلاقة بين المبتدأ وخبر؟ بكل بساطة ما في عندي فعل بالجملة، إنما في عندي مبتدأ وخبر، وشرط أساسي، ركز معاي، شرط أساسي يكون الخبر عندي اسم تفضيل على وزن أفعله. ماشي شباب؟ إذا علاقة بين المبتدأ والخبر كيف بكشفها بسهولة؟ عبارة الجملة ما فيها فعل، تبدأ باسم، الاسم عبارة عن مبتدأ، والخبر دائما عبارة عن اسم تفضيل، يعني كلمة على وزن أفعل، مثل أجمل، أسرع، أكثر، أقل، وهكذا. مثلا في عنا جملة الأولى، محمد أسرع منهم كتابة. لاحظ الجملة اسمية ولا فعلية؟ الجملة اسمية بدلالة إنها بدأت باسم محمد مبتدأ. ماذا خبرنا عن محمد؟ أسرع، إذن أسرع هي الخبر. لاحظ أن أسرع خبر وعلى وزن أفعل، شرط تكون على وزن أفعل يا شباب، اسم تفضيل. دائما بعد، حط ببالك دائما بعد اسم التفضيل بيجي تمييز نسبة محول عن علاقة المبتدأ والخبر. ماشي شباب؟ دائما بعد اسم التفضيل بيجي عندي تمييز نسبة محول عن علاقة المبتدأ بالخبر. إذا أسرع هي الخبر. لاحظ أنه كتابة أزالت الإبهام عن جملة كاملة اللي هي المبتدأ والخبر، محمد أسرع كتابة. كتابة إذن تمييز نسبة منصوب، علامة نصبه تنوين الفتح.
شو نوع التمييز؟ طبعا حكينا نسبة محول أو غير محول، أكيد محول لأنه في عندي مبتدأ والخبر اللي هو على وزن أفعل. كذلك أحمد أكثر، لاحظ أحمد مبتدأ خبرنا عنه أنه أكثر، أكثر اسم على وزن أفعل، اسم تفضيل، لاحظ أنه على وزن أفعل. إذن متفقين على أنه دائما الكلمة اللي بعد على بعد اسم التفضيل تعرب تمييزا منصوب. والجملة اسمية ولا فعلية؟ بما أنها جملة اسمية إذن أزالت الإبهام أو العلاقة بين المبتدأ والخبر. كل بساطة يا شباب صار في عندي تمييز النسبة انقسم إلى قسمين، إما تمييز نسبة محول أو تمييز نسبة غير محول. حكينا تمييز النسبة المحول إما بيكون علاقة الفعل بالفاعل، بيكون عندي جملة فعلية بتتكون من فعل لازم زائد فاعل ثم التمييز المنصوب، أو علاقة الفعل والمفعول به، يعني فعل زائد فاعل زائد مفعول به، لازم يكون عندي بالجملة مفعول به ثم التمييز المنصوب. علاقة المبتدأ بالخبر لازم يكون عندي جملة اسمية والخبر اسم تفضيل، لاحظ انه اسم على وزن افعل، بعد هاي الكلمة بيجي عندي تمييز منصوب. اما الغير محول اللي هو بسيط وسهل، دائما بعد اسلوب التعجب او جملتي المدح والذم. في هاي الحالة يا شباب بنكون انهينا من التمييز، لكن ناخذ بعض الامثلة حتى نفهم انه نوع التمييز المميز بين الذات والنسبة. مثلا المثال الأول يا شباب، الإيمان 70 شعبة، لاحظ في عندي عدد، بما أنه في الجملة يا شباب في عندي عدد، هل هو تمييز نسبة أو ذات؟ ما دام عندي عدد إذن هي الجملة فيها تمييز ذات. وين بيكون تمييز الذات؟ بعد العدد مباشرة اللي هي شعبة، إذن شعبة تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، نوعه تمييز ذات. لله دره رجلا، في عنديها لله دره رجلا، رجلا يا شباب لاحظ انه في عندي اسلوب تعجب، واحنا متفقين اسلوب التعجب نسبة ولا ذات؟ عبارة عن تمييز، حكينا دائما نسبة، دائما اسلوب التعجب او جملة التعجب هي تمييز نسبة. محول او غير محول؟ غير محول دائما، التعجب والمدح والذم دائما غير محول. اذا رجلا تمييز نسبة منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. بئس الغدر جزاء، واسلوب الذم دائما يا شباب ذات او نسبة، دائما دائما تمييز نسبة، محول او غير محول، حكينا دائما جملة التعجب وجملة الذم دائما غير محول. اذا جزاء تمييز نسبة منصوب علامة نصبه تنوين الفتح، نوعه غير محول لانه جملة ذم. أنا أكثر، لاحظ أكثر أفعل، كلمة على وزن أفعل، منك علما، متفقين أنه دائما اسم التفضيل بيكون عندي بجملة المبتدأ والخبر، أنا مبتدأ وأكثر خبر، وأكثر على وزن أفعل، دائما بعد اسم التفضيل شو بيجي حكينا؟ تمييز نسبة. محول أو غير محول؟ أكيد محول لأنه بيكون بين علاقة المبتدأ والخبر، علاقة المبتدأ بالخبر. غرست الأرض شجرا، لاحظ انه في عندي جملة، هل كلمة شجرا تمييز نسبة او ذات؟ ما عندي ولا اي دليل بدل على انه تمييز ذات، لا اعداد من 11 الى 99 ولا موجود عندي مكيال او شبه مكيال مقدار او شبه مقدار او ما كان فرعل للتمييز. تعال نحول على النسبة، النسبة هل هناك جملة تعجب حتى يكون غير محول او جملة مدح وذم؟ لا، اذا صفى عندي تمييز النسبة المحول، إما عن علاقة الفعل بالفاعل أو علاقة فعل المفعول به أو المبتدأ بالخبر. الجملة اسمية ولا فعلية يا شباب؟ غرست، لاحظ أنها جملة فعلية، ما دام جملة فعلية إذن أنا بين خيارين، إما تكون علاقة فعل بفاعل أو علاقة فعل بمفعول به. في هاي الحالة نشوفها، غرست غرس فعل، والتاء ضمير متصل في محرف الفاعل، والأرض مفعول به، إذن هي علاقة الفعل بالمفعول به. ودلالة يا شباب نتأكد من حلنا، نعكس بين التمييز وموقع التمييز محل التمييز والمفعول به، غرست شجرا الأرض، غرست شجرا الأرض، إذن بالتالي هي تمييز شجرا، تمييز نسبة محول عن علاقة الفعل بالمفعول به منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. هيك يا شباب بتنتهي قاعدة التمييز، إن شاء الله تكون واضحة وبسيطة. أمنياتي للجميع بالتوفيق، ودمتم بصحة وعافية.